تفرغ عقلك من كل ما قرأته أو شاهدته وتابع هذه الأجزاء اللي بيعطي. لو ربنا إداك حيسوي لك الأسباب. عيني مغمضة وطعرس وتقيل ومش عارف يلزم الشاي ويلزم قهوة على جهلة. هذا أخذين على هذا جاهل ما يفهمش حاجة، ينزل تحت في التعليق لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتوا دمرتوا الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عائلتنا الكبيرة في دار الاتصال، مرحب بكم من جديد، وأتمنى أن تجدكم هذه الأوقات في كامل الصحة والعافية والنور والسعادة. اليوم إن شاء الله سندخل على مواضيع جديدة، سنتكلم في موضوع غاية في الأهمية تم طلبه عدد كبير جدا من المرات، وهو موضوع فتح البصيرة أو الكشف النوراني أو المكاشفة. إن شاء الله بإذن الله سنكشف هذا الكشف ونفصله بإذن الله، ونكشف كافة أسراره وخفاياه وخباياه بأمر الله عز وجل في هذه الحلقات التي ستكون من 3 أجزاء. فأول شيء أقول أن الكشف النوراني هو نفسه فتح البصيرة، وهو نفسه المكاشفة، وهو نفسه كل واحد كيف يسميها. ببساطة نحن ساعدنا عشرات الأشخاص في فتح البصيرة الخاصة بهم، سواء كان عبر طريق الكشف الملكي أو عن طريق الكشف القدسي، وصلنا بهم إلى مكاشفات نورانية غاية في الروعة. تريد أن تفهم، افرغ عقلك من كل ما قرأته أو شاهدته وتابع هذه الأجزاء وستصل إلى المرغوب والمطلوب. حينما نقول الكشف أو العين الثالثة، ببساطة هو تفعيل قوة شاكرا العين الثالثة، والتي هي أصلا مركز للطاقة. هذه الشاكرا هذه توجد في الجبهة، في مقدمة الجبهة ما بين العينين الاثنين، هي أصلا مرتبطة بمركز الحدس والإدراك بالمخ. ولا يكون التفعيل الصحيح للعين الثالثة أو للبصيرة إلا عبر تكون مثلث، وهذا المثلث يجب أن يكتمل لتكتمل تلك الدائرة ويتم الفتح بإذن الله. المثلث اللي قلنا عليه لازم يتكون من هال3 أشياء، اللي هي أول حاجة مركز الحدس والإدراك المرتبط بالناصية، والناصية هي مرتبطة بالعين الثالثة. ثاني حاجة شجرة الجبين تكون متفاعلة مع الغدة الصنوبرية. سنشرح كل هذه الأشياء ونفصلها بإذن الله بشرح رائع جدا. على فكرة أول حاجة نشرح الناصية. الناصية توجد في مقدمة الرأس، وهي جزء من المخ الذي تحت الجبهة مباشرة، هي المسؤولة عن الكذب وعن الخطأ. إنسان لو يكذب نعرفها من الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، الخطأ والكذب هذه مسؤولة عنها، هي مصدر اتخاذ القرارات. أي قرار إنسان بيتخذه من هذه الناصية قدر نقول عليها زي الهوائي عند الإنسان، وهي بالضبط مكان السجود. ولحكمة إلهية شرع الله تعالى أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ له، فتخرج الطاقة الظلمانية السوداوية من الرأس إلى الأرض، ويصل الدم إلى أجزاء الدماغ كلها فيغذيها بالطاقة النورانية الموجبة التي يحتاجها، لأن في الدماغ شعيرات دموية لا يصل إليها الدم إلا بالسجود. موضوع أنا عاوز أكشف البصيرة، عاوز أصل إلى المكاشفة النورانية. المكاشفة دي شيء سهل بس صعب في نفس الوقت. الصعوبة في انك يلزمك تكون ملتزم بإذن الله. يلزمك ايه؟ ان الجبهة دي الناصية دي يلزمها تكون عندها لقاء مع الارض. الانسان لما يلتقي الجبهة بتاعته مع الارض بتصير في خروج طاقة ظلمانية، تصير كل الطاقة السلبية اللي موجودة في الجسم، كل المسارات بتاع الطاقة بتتحرر بإذن الله، وكل النقط النورانية اللي في الجسم تصير تخرج كل الطاقات السلبية اللي فيها، تصير تخرج كل الطاقات السوداوية الموجودة داخلها. فاللي ما بيصليش بتلاقيه مسكين دايما متكهرب، لأنه ما بتخرجش الطاقة السوداوية، بتخرجش من الجسم. عشان كده احنا بننصح حتى لو ما كنتش بتصلي روح اتوضى وصلي، جدد عهدك مع الله سبحانه وتعالى. دي دعوة، جدد عهدك مع الله، لأن شوف الدنيا دي كلها ولا تسوى حاجة، أقسم بالله. لأن اللي خلقك فوق الأرض هو ربنا، هو الخالق عز وجل، مش أي واحد تاني.
افهم النقطة دي هتفهم أشياء كثيرة في حياتك، هتستطيع أنك تستوعب لماذا أنت هنا. فقط حينما يتم هذا الثلاثي اللي قلنا عليه، إذا اكتملت هذه الدائرة يكون عندنا تفعيل قوي جدا نوراني جدا للعين الثالثة بإذن الله. الأمر ليس صعب كما يعتقد الكثير من البشر، ولكن يمكن أن يتم فقط عبر تطوير الإدراك العقلي وتطوير الخيال الروحي. إنسان يلزم يكون عنده ثقة في الأشياء اللي هو بيسويها، ثقة في الأمور اللي هو عاوز يسويها، يكون عنده إصرار على الأشياء اللي هو عاوز يسويها، مش بس في كشف البصيرة أو في أي حاجة في حياتك يكون عندك إصرار في تحقيقها. عاوز تشتري بيت يكون بس عندك إصرار إنك حتشتريه وحتشتريه بإذن الله. عاوز تسوي مشروع قهوة، مش عارف أي محل تجاري، يكون عندك إصرار اشتغل عليها بإذن الله، ربنا حيساعدك بإذن الله. لو كان عقلك فاضي ما فيش أي حاجة ولا أي حاجة، جالس بتستنى مش عارف الفراغ، مش هتجيك أي حاجة، لأن الكرمة بتاعتك موقفة، الطاقة بتاعتك موقفة، ما عندهاش طلب من الطبيعة. يلزمك تدي الطلب وتسانده بمشيئة بتاعت الله سبحانه وتعالى وتتوكل على ربنا. لو الإنسان بيتوكل على ربنا سبحانه وتعالى حق التوكل يستطيع أن يفعل معجزات، بس يكون التوكل حقيقي، يكون التوكل نوراني من القلب، ليس فتوكلت على الله بالاسم أو بالكلام، ما هو توكل أبدا. التوكل الحقيقي إنك تكون فاهم معنى وجودك في هذا الكون أول حاجة، بغض النظر عن أن يتوفر معك مرشد يوريك الطريق يقولك طيب روح من هنا تعال من هنا، لا دي الطريق مش هتلاقيها مسدودة، روح من الطريق دي اللي هتلاقيها مفتوحة، ده يسمى المرشد. المرشد لو كان مرشد حقيقي أنصحك باتباعه، بس لو كان مرشد مزور أو مزيف لا تتبع أي شخص أبدا، حتى لو ما عندكش الثقة فينا احنا ما تتبعناش في الكلام اللي بنقوله. هذه مسألة مبنية على الثقة، الشيء اللي بقوله لك لو عقلك ما صدقوش ولا حسيت به احساس انه مسك ما تصدقوش. يلزمك انت اصلا تكون عندك الثقة في الشيء اللي بتسمعه والشيء اللي بحتقوم به. فانا لو روحت عند واحد وقلت له السلام عليكم، قال وعليكم السلام، قلت له طيب تعال انا شيخ عاوز اسوي لك كشف البصيرة، هيقول لك طيب شو هذا كشف البصيرة، مش حيفهمها، هيعتقد انها حلوة. لا يا اخي، كشف البصيرة ده ناس بس محددة اللي بتفهم شو عندها، شو معنى كشف البصيرة. الناس اللي بتسوي الذكر بإذن الله، اللي تصير تتخرج تلك الطاقة القوية منها بأمر الله عز وجل، يكون مجدوب روحاني عنده حال من الأحوال النورانية أو الأحوال الروحانية في الجسد بتاعه، يخرج طاقة ويدخل طاقة أخرى. هذا الرجل إذا قلت له سأعطيك المكاشفة سيفهمها، اما اذا تكلمت مع شخص عادي قلت له مكاشفه ايه يا عمي الحاج، احنا عاوزين نكشف ايه، مكاشفه ايه، مش فاهم حاجه، تقول له عنا حديك مكاشفه مش حيفهم. الغده الصنوبري اذا جاز التعبير نقدر نقول هي الواجهه الماديه للعين الثالثه، وهي المشكات التي فيها مصباح ان اضاء زيته اعطى ذلك النور الوصول الى المكاشفه النورانيه، ويهدينا نحن ايضا الى انوار الربانيه الالهيه. وعليه فعندما نتحدث عن فتح البصيرة أو فتح العين الثالثة أو تنشيط الغدة الصنوبرية فإننا عادة ما نعني نفس الشيء. يعني الواحد اللي يقول لك عين الثالثة قول له إن شاء الله غدة صنوبرية حننشطها، كويس ممتاز، حندخل على المكاشفة، حندخل على الكشف، حندخل على البصيرة، حنفتح العين، كله زيه بعضه، هو نفسه. فعلت مكاشفة درجات، فيه درجات كثيرة جدا في المكاشفة، فيه المكاشفة اللي يكون فيها مدارك وفي مكاشفة يكون فيها معارج على حسب المستويات اللي انت عقلك يقدر، على حسب المستوى اللي انت قوتك النورانية تقدر توصل ليه، لأن في درجات كثيرة جدا، يا إما تنزل يا إما حتطلع، لأن في معارج ومدارك. لو نزلت حتلاقي نفسك ماشي بتشوف أراضي هذه أبعاد سفلية ما شاء الله تبارك الله، فيها شيء رهيب جدا كأنه تلفزيون أنت تتفرج فيه، جالس تتفرج سينما، داوي داوي أملاك ومش عارف إيه، اطلع فوق هتلاقي أملاك تانية، هتلاقي نورانيات تانية، هتلاقي أرواح تانية، هتلاقي عوالم أخرى تانية، أراضي متجاورة، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وانت ماشي أرض الصالحين، أرض أموات، دوائر نورانية ربانية حتى تصل إلى دائرة الحمد، أقصى دائرة نقدر نوصل لها نحن البشر، بس فيه دوائر تانية بالملايين
انا سبق قلت الكلام ده، بس ما نقدرش نوصل ليها لان المستوى بتاعت العلم بتاعنا والقدرة بتاعتنا مش هنقدر نوصل ليها. الدوائر اللي بتكلم عليها مفيش عالم فيزيائي ولا كيميائي ولا بيطلع بالصواريخ هيقدر يوصل ليها. دي بتوصل ليها لو كان عندك عقيدة دينية قوية، توصل ليها بإذن الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إسراء ومعراج بأمر الله عز وجل، وصل إلى صدرة المنتهى بإذن الله عز وجل، ما اعتمدش على الصواريخ ولا على طائرات، اعتمد على العقل بإذن الله سبحانه وتعالى، على الطاقة النورانية اللي عنده، على قوة اللي مد بها ربنا سبحانه وتعالى. أن الله القوة والحكمة والعلم ربنا اللي بيعطيه مش البشر. احنا بنكرر الكلام ده 1000 مرة، ربنا اللي بيعطي. لو ربنا اداك حيسوي لك الاسباب وحيسخر لك البشر، بس لو ربنا منع عليك اقسم بالله حتى لو سخر لك البشر اللي عنده قرون، تعرف البشر اللي يقول لك انا ربكم الاعلى فوق الارض، هذه اقسم بالله مش هتاخذ منه ولا حاجة. وهذا شيء بالتجريب، لان احنا سبحان الله العظيم التكينا بناس اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو مستوى عالي جدا، فوق اي مستوى انت تتخيله، ولا استفدنا منهم ولا حاجة. كلام سلام عليكم وعليكم السلام روح تعالى، فانتهى الموضوع. احنا بنتكلم شوية على العالم العربي، ممكن انت تروح على ادارة عاوز تشوف مثلا اكبر واحد في الادارة دي، اكبر واحد اكبر راس فيها، عاوز تسوي موضوع او عاوز تسوي معاملة، تقول له انا عاوز اكبر واحد هنا عاوز اسويها، ولا مش تستنى 20 ساعة وانت بتستنى، وبعدين يقول لك لا مش موجود، خرج من المكتب عنده مش اجتماع، بس في تلاقي واحد موظف صغير وهذا ممكن يسوي لك المعاملة بدون ما تشوف الرجال الكبير اللي عندهم. فهو يضعه سره في أضعف خلقه. في المغرب عندنا ممكن هذا الشويش اللي في الباب ممكن يقضي لك الغرض، يسوي لك كل حاجة بإذن الله عز وجل، حتى لو عاوز اللي انت عاوزه يسويه لك، بس ده اللي في الباب يقول تعالى شو عاوز كذا وكذا، اروح اجيب لك كل حاجة بإذن الله عز وجل. ما فيش اي مشاكل، كله بتتسوى بأمر الله عز وجل. بالنسبة للمهتم بهذا الموضوع، موضوع العين الثالثة أو موضوع الكشف أو موضوع البصيرة، ما يجب فهمه عنده ارتباطين. ارتباط أول حاجة بالتغذية اللي بتاكلها، الإنسان اللي بيأكل نباتي أشياء نباتية ده بيكون عنده أسرع، يعني شيء سريع جدا في الكشف بإذن الله. عشان كده في سادتنا بتاعت الخلوات وسادتنا النورانيين يقول لك ادخل خلوة لمدة 40 يوم لا تاكلش فيها ما خرج من الروح، وما هالأشياء كلها كويسة جدا. شو هذا اللي خرج من الروح ما لم يخرج من الروح وكذا بس كده نباتي، يعني ما تاكلش لحمة، لأن اللحم بتقل الجسد. لأن الواحد اللي بيأكل لحم يأكل كيلو من اللحم كأنه أسد، يأكل كيلو بعدين يصير عينيه مغمضة وراسه تقيل ومش عارف يزموا الشاي ويزموا قهوة عشان يصحى ومش قادر يصحى، وتقلان في الجسم، يحس بجسمه تقيل ويحس بنفسه كأنه واحد كان يضربه بالعصا. مالك مع نفسك، بشويش عليك، كل لحمة بس تأكل شيء كيلو أو 2 كيلو يا أخي، كل شوية 50 جرام 100 جرام، وفي تعويضات فيها عدد كبير جدا من البقوليات، وفيه عدد كبير من الخضروات، فيها بروتينات وفيها أشياء كثيرة جدا اللي هي مفيدة للجسد. فالتغذية والبيئة تؤثر على الغدة الصنوبرية، وللوصول إن شاء الله إلى الفتح النوراني الأكل النباتي هو أقصر طريق كما قلت فتح هذه البصيرة بإذن الله، وللوصول إلى الكشف النوراني. هناك تأثيرات داخلية، السلوك العقلي بتاع الإنسان، لو كان واحد مجنون أو واحد عقله ملخبط تقول له طيب أنت سوي كشف، شو هذا الكشف أنا مش فاهم حاجة، خليك بعيد عن الموضوع، ما تدخلش ليه، لأن لو دخلت ليه حتلخبط، بعيد، خليك بعيد عن الموضوع ده. لو أنت عندك فهم وعاوز تسوي كشف وعندك أصلا نورانيتك بتجلبك لي، لأن الكشف ده هو عبارة عن حال، أول حاجة عبارة عن حال، لو عندك الحال ده جواك حتلاقي نفسك مجرور جر إليه. حتى الروحانيات باب، لو عندك حال روحاني حتلاقي نفسك مجرور إليه جر، عاوز كأنه مربوط بالسلاسل تتجر إليها جر. حتى الناس اللي ما عندهاش الحال هذا، ما عندهاش نورانيات، يقول دول على جهلة، أدخلين على هذا جاهل،
يا أخي الله يرضى عليكم. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الناس. في ناس مريضة، ناس تكتب أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا دجال مش عارف إيه، والعالم الغربي. ما إحنا عشنا حياتنا كلها في العالم الغربي، كلهم أمراض نفسية، كلهم أمراض عقلية، كله بيشرب دواء، دواء بتاعت المخ. إنسان مش قادر يركز، عندهم اكتئاب قوي جدا، عندهم شتريس قوي جدا. في ناس أوروبيين بيتعالجوا معانا. فهناك أيضا التأثيرات الداخلية اللي هي السلوك والمعتقدات. السلوك يلزمنا يكون عندنا سلوك نوراني، سلوك رباني، يكون عندنا طاقة نورانية أصلا في الجوانة. لو كان عندك سلوكك مش كويس ابعد عن الموضوع ده كله، خليه بعيد عنك. بس السلوك بتاعك لازم يكون سلوك نوراني، عقلك يكون فيه نور، ما يكونش فيه ظلام. ممكن واحد يجي على يقرأ الموضوع بس يلاقي كشف البصيرة لغدة الصنوبة، يسمع ما يفهمش حاجة، ينزل تحت في التعليق لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتوا دمرتوا الإسلام، دمرتوا المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. فالمعتقد بتاعنا يلزم نصححه. الناس اللي بتكلم بالطريقة هذه صحح معتقدك. أنا بتكلم صحح معتقدك، راجع نفسك، اجلس مع نفسك وصحح المعتقد بتاعك، وصحح نورانيتك، صحح طاقتك، لأن حتدخل في باب الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأنت حتدخل في هذا الباب، لو دخلت في هذا الباب حتتجر الأبواب الثانية، والأبواب الثانية دي كلها مسدودة، ما فيش حد باب فيها مفتوح. احنا بعاوزين نخرج الناس من هذه الأبواب المسدودة، لأن في ناس عندها مشكلتها أصلا منها فيها. فانت فاعلت العين الثالثة والبصيرة والطاقة بتاعتنا تفاعلت وتفتحت البصيرة. فان شاء الله بإذن الله أول ما يغمض عيني وينوي أنه يفتح البصيرة بتاعته ويكون عند الكشف بتاعه، يدخل مباشرة على الكشف بإذن الله عز وجل. وهذا شيء سأوضحه في الفيديوهات المقبلة. إذا كنت ترغب في فتح عينك الثالثة وتفعلها، الأمر ليس صعب، فقط عليك أن تؤمن أنك الإنسان وأنك تملك كل شيء، وأن الله عز وجل سخر لك كل شيء وعليه. فإن الممارسة الروحية ضرورية، أي شكل من أشكال التأمل مناسب لك. الصلاة أحسن شكل من أشكال التواصل مع الله عز وجل، والتواصل مع نفسك ومع روحانيتك ومع الطبيعة بإذن الله. وممكن تسوي تأمل، في تأمل كمان اللي هو إنسان يجلس ويتأمل في خلق الله. أفلا ينظرون، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون. لو سوينا الثلاثة هذول بس وعيننا مغلقة، حيصير عندنا تأمل كامل بإذن الله، وحيصير عندنا دخول في مراتب قوية جدا من العقل بتاعنا التأمل. وكذلك نسوي شوية مشي كده، نمشي ونتأمل. امشي لوحدك، ما تاخدش معاك خمسة من الناس وتصير تتكلم معاهم، واحد يقول لك، واحد يحكي لك عن مصايب، واحد يحكي لك عن بلاوي، واحد يقول لك كلام، واحد يحكي لك حكايات، واحد يحكي لك حدوتة، واحد يحكي، لا، خليك بعيد وحدك، امشي في الطبيعة، امشي واسمع لنفسك، اتكلم مع نفسك شوية، وما امشي وسوي أنشطة إبداعية، الرسم، سوي حاجة اللي تكون فيها لوحدك، ما تكونش فيها مع الناس تانية. سوي أشياء اللي يكون فيها إبداع ليك أنت. لو إنسان أبدع في شيء بيصير عنده الطاقة بتاعته بتخرج، يصير نورانيته بتتحرر بإذن الله. سوي صلاة، صلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى، سوي الذكر بتاعك، فكر في الله عز وجل، ادخل الخلوة مع نفسك، مع نفسك، ما تدخلش الخلوات الروحانية، ادخل خلوة بس مع نفسك، عشان الطاقة بتاعتك تصير عندها تكتف وتتفتح ببراعة نحو الطريق الحقيقي للكشف الملكي أو القدسي أو النوراني بإذن الله بكل سهولة. أنا حتقول لكم من الأول حاجة، الأخوة اللي حيكتبوا في التعليق تحت، لا، اللي بيشوف ده بيشوف عند شيطاني، شياطين، عفاريت، جن، كل كلام فاضي. هذا في كشف نوراني، كشف حقيقي، كشف رباني، هو اللي احنا نتكلم عليه. الكشف الثاني بتاعت كشف الأبالسة وكشف الشياطين، وواحد ملبوس بعفريت وضربه مش عارف شيطان وجن، كل هذا كلام لخبطة وما فيش أي حقيقة.
ننهي هذا الجزء الأول من العين الثالثة وتنشيطها أو الكشف أو فتح البصيرة، وسنلتقي في شرح الطريقة الخاصة بنا لفتح البصيرة في الجزء الثاني بإذن الله. تركت لكم المحبة والنور والسعادة، وأكون سعيد جدا بتعاليقكم التي أراها من أشخاص رائعون أحبهم وأحترمهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.